بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتكلمنا عن الأوبجكت الأولاني اللي هو كان عبارة عن الويندو، الأوبجكت الثاني بيكون عبارة عن السكرين، ويندو سكرين. هو ده اسم خاص بمجموعة البروبرتيز والميثودز المتعلقة بالشاشة اللي راح يعرض عليها المتصفح الكومبوننت أو المكونات بتاع الموقع بتاعه، وهناخد مجموعة الخصائص البارزة والطرق البارزة للسكرين. أولهم بتكون عبارة عن سكرين كالعادة دوت ويدث، وده كان خاص بانه يعرض لك الويدث بتاع الشاشة اللي انت بتعرض عليها. يعني طبعا الكلام بيتغير لو انت بتعرض من ريزولوشن مختلف او بتعرض مثلا من شاشة سمارت فون او تاب او غيرها من النقط دي. الامر الثاني مثلا سكرين دوت هاي، ده خاص بالارتفاع بتاع الشاشه بالكامل. الجانب الثاني بيكون سكرين دوت افيلبل هاي، العرض المتاح للشاشه بتاعي بيكون عباره عن 728 او 782. الجانب الثاني زي ما بيكون في افيلبل هاي بيكون في افيلبل ويدث، والمساله بتمشي بنفس الكيفيه بتاعت المسميات 1366. عندي سكرين دوت كلر ديبث للعمق اللوني 24. عندي سكرين دوت بيكسل ديبس المرة دي 24. هو تقريبا الفرق ما بين الكالر ديبس او الاثنين دول، هو بيقول لي ان ده بيكون 24 بت، يعني حتى هو بيقول لي the screen color depth property the number of bits is used to display one color. عندك 24 بت عشان يطلعوا لك لون واحد، فبالتالي انت ايه ال 24 ديت اللي ترو، وال 32 بت ممكن تلاقيها في الاجهزه زي رينتا من قبل او كده بتلاقيها دي اعمق بكتير من الجانب ده. والبكسل ديبس ديت الديبس بتاع السكرين بتكون تقريبا برضه 24. For modern computers, color depths and pixel depths are equal. في الأجهزة الحديثة بتلاقي إن القيمتين بتوع color depths والبيكسل depths الاثنين قريبين من بعض. ده كلام أو ده أكتر مجموعة البروبرتيز اللي ممكن نتكلم فيها عن السكرين كأوبجيكت داخل البراوزر أوبجيكت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.